سورة الزخرف آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا. جزءا لقراءة شعبة بضم الزاي، جزءا. أما أبو جعفر فيقراها جزا، جزا بغير همز، هكذا قراءة أبو جعفر المدني. وجعلوا له من عباده جزءا، هكذا قراءة معظم القراء. إن الإنسان لكفور مبين، أي المشركين جعلوا لله ندا. فالجزء هنا يعني جعلوا إيه له نفس رتبة من رتب الألوهية والربوبية، فأعطوه جزءا من إيه من الربوبية والألوهية. إن الإنسان لكفور مبين، والكفر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو أن تجعل مما سوى الله في مرتبة الألوهية أو الربوبية. تفضل يا سيدي. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، لأن هناك بعض طوائف مشركي العرب اعتقدوا أن الملائكة بنات لله، فنسبوا الملائكة أنهم بنات لله. فالله هنا يسفه هذه الآراء ويبين خطأها. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أنتم تميزون البنين على البنات، فتجعلوا المميز لكم والأقل تمييزا لله، وفي الحقيقة أن الكل عباد لله. فلو كان الأمر يبقى اجعل المميز لربك فلا تنسب لنفسك المميز. فأنتم يعني اصطفيتم البنين وجعلتم البنات وأنتم تعتبرونها عورة، وتأيد البنات وتتأذوا من ولادة البنات وخلفة البنات، ثم تجعلوا البنات لله وتجعلوا لأنفسكم البنين. هذا كله من باب مواجهتهم بالأسلوب العقلي. أولا لابد أن تنسب إلى الله كل كل كمال سبحانه، ولكن لا الملائكة بنات لله ولا أحد ينسب إلى الله نسبة الأصل والفرع، لأن الله لا يتفرع منه أشياء ولا يخرج منه أشياء سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ود وجهه مسودا وهو كظيم. وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بالأنثى. شو ضرب هذه جعل الملائكة إناث، وجعل هؤلاء الإناث جعلهم بنات لله. أنت إذا بشرت بالبنت يظهر الحزن على وجهك، والقلب والغم يملأ قلبك. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، أي من الغم. وهو قراءتان بتسكين الهاء، وهو بضم الهاء، وهو كظيم. والكظيم هو الذي يكون ممتلئ حزن ويحاول ألا يظهره، يعني كظمه، يعني كتم حزنه في قلبه، يعني حزين في قلبه ولا يريد أن يطلع أحد على حزنه، يسموه كظيم. تفضل يا سيدي. أَوَمَنْ
يخشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية، بقيت الكوفيون ما عدا شعبة، يعني حفص والأصحاب يقولوا ينشأ، باقي القراء أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، يبقى قراءتان ينشأ وينشأ. في الحلية يعني في الزينة، يعني بيتكلم على النساء والبنات بيتربوا فين؟ بيتربوا في الزينة وفي البيوت، وقلة اختلطه بالناس يجعلهم عند الخصومة غير واضح الكلام ولا البينة ولا الحجة، قليل الحجة، عشان كده وهو في الخصام غير مبين يعني غير واضح، لا يستطيع أن يبين حجته لقلة اختلاطه بالناس وقلة تعليمه وعلمه كما كان يفعلون مع النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو، مع أنه بيتكلم هنا على الإناث يقول وهو، باعتبار أن من تدل على الذكر والأنثى وباعتبار لفظها أنه مذكر. فهمت بقى؟ من حيث اللغة من اسم موصول يدل على كل عاقل سواء كان ذكر أو أنثى، وهي مذكرة، من مذكرة، كويس؟ فعلى شكل قال وهو، مع أنه بيتكلم على الإناث كان يقول وهي، يجوز الاثنين، لكن القرآن ايه اختار لفظ وهو ايه لبيان مراعاة اللفظ مش المعنى، المعنى المقصود به الإناث، لكن ايه يبقى مراعاة الظاهر اولى من مراعاة ايه المعنى، مراعاة ظاهر اللفظ احيانا تكون اولى او يكون من باب الالتفات، وفي لغة العرب الالتفات لايه حتى يعني يوجه انتباهك فتفكر فتتعلم. أو من ينشأ في الحلية يعني في الزينة وفي البيت وفي الخدمة، الحلية جاية من الحلي ومن الزينة، النساء تملي يحبوا الزينة ومشغولين بالزينة ومشغولين في البيوت، بيقل احتكاكهم من الخارج، وبالتالي لما يحصل خصومة يبقوا ايه غير قادرين على بيان ايه حجتهم، وعشان كده قال وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يستطيع أن يوضح حجته، يعني إذا كانوا النساء بهذا النقص عندكم فكيف تنسبوا النقص لله وتجعلوهم بنات لله، كل هذا استبعاد. عما تفضل يا سيدي. واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وهم عباد لله لا يوصفوا بالأنوثة ولا بالذكورة، الملائكة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، ولكنهم مكرمون معصومون، خلقهم الله سبحانه وتعالى لتدبير شأن مملكته، فجعلهم يدبرون أوامره وينشغلون بعبادته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، والقراءة الثانية وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن إناثا، عند يعني عندية مرتبة ورتبة عالية، يعني عنده في المرتبة العظيمة من العصمة والطهر والنقاء. اللي يقول عند الرحمن المدنيان والمكي والشامي ويعقوب، كل دول يقولوا ايه عند الرحمن، باقي القراء يقولوا عباد الرحمن. أشهدوا خلقهم، وهذا استفهام استبعادي، اذا كنتم انتم ما شفتوش خلقهم فكيف تقولوا ذلك؟ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون،
طب شهادتهم وكلامهم هذا يكتب عليهم ويحاسبوا عليه، لأنهم يقولون كلام بغير علم. تفضل يا سيدي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني لو شاء الرحمن ما يسر لنا وأعاننا على عبادتهم، ولكن كونه يسر ذلك لنا يبقى كأنهم بيتعللوا بالجبر، أن الله أجبرهم على ذلك، فهم؟ وأنهم مجبورون على ذلك، ولكن الحقيقة الله سبحانه وتعالى خلقهم لهم مشيئة وسألهم عن مشيئتهم وعن اختيارهم، فقالوا لو شاء الرحمن أجبرنا فما عبدناهم. فهمت ازاي؟ ولكن كوننا عبدناهم والله لا يجبر على شيء، إذن عبادتنا لهم محل رضا من الله، لأنه سكت على ذلك وسبنا وأكلنا وشربنا ورزقنا وأطعمنا وآوانا ونصرنا بالرغم أننا بنعبده، دل على أنه راضي عن ذلك. شفت الحجج بقى؟ ولكن الله يمهل ويعطيهم الفرصة لعلهم يعودون، ثم يرسل إليهم الرسل ويعلمهم، ثم بعد ذلك يحاسبهم. وقالوا لو شاء، تملي اللي بيتحجج بالجبر هم الكفار والعصاة، يعني تملي العاصي اللي ترك الصلاة يقول لو ربنا عايزنا صلي كنت صليت، ويترك الصلاة. والكافر كده، لو ربنا عايزنا بقى مؤمن كنت بقيت مؤمن، ويستمر في كفره. لكن عمر ما واحد بيصلي يقول لو ربنا عايزني اصلي هيخليني اصلي، عمره ما يخطر او خليني ما اصليش، ما حد يقولش كده. المشغول في طاعه مولاه لا يتحجج بالجبر، التملي يتحجج بالاجبار وانه مجبور هو الكافر والعاصي، حتى يجد لنفسه مبرر في الاستمرار فيما هو فيه. فاهم؟ لكن كل انسان يرى في جوه حقيقه نفسه انه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، أنه هناك أمامه اختيارات، كل واحد شاعر بهذا المعنى. يبقى اللي بيتحجج بالجبر فقط أن الإنسان مجبور على أفعاله، ده مين؟ دول الأبالسة وإيه والكفار. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، يعني يقولون كلام بغير علم. ازاي؟ كيف اجبركم ثم احاسبكم؟ هذا يستحيل، لابد ان يكون لكم اختيار وبناء عليه احاسبكم. ما لهم بذلك، باعتقاد الاجبار على فعل المعصيه والكفر، ان هذا مراد من الله، ليس عندك علم ولا دليل. ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يخرصون، يخمنون. يخرص يعني ايه؟ يعني يخمن. واخد بالك؟ الخرص هو التخمين، والتخمين هو الكلام بغير دليل. إن هم إلا يخرصون. طبعا أنت عارف ورشح يقول إن هم إلا يخرصون، بصلة ميم الجمع اللي بعدها همزة مع المد ست حركات، ده ورش. وعندك أنت في ابن كثير المكي وكذلك أبو جعفر وقالون بخلف عنه يصل ميم الجمع، فيقرأ الآية إزاي؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دي قراءة صلة ميم الجمع. تفضل يا سيدي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. كل الاحتمالات غير موجودة. يعني يخرص يعني يقول كلام بغير علم. طب هل انت عندك كتاب مكتوب فيه هذه المعلومات والحجج التي تتحجج بها؟ برضو ما عندكش. ام اتيناهم كتاب، كتابا من قبله، يعني من قبل ايه؟ هذا القرآن الذي نزل على هذا النبي، فهم به مستمسكون. الاجابة لا، ليس عندهم شيء.
يعني ليس عندهم لا دليل من كتاب مكتوب ولا من ايه، من حقيقة يعلمونها بدليل، ولكن كل ذلك ما هو إلا من باب الخرس والتخمين والقول بغير دليل. يلا يا سيدي. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كل دليلهم إنهم قالوا إيه؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة تؤم، طريقة تقلد. الأمة هي إيه؟ يعني طريقة تؤم. فهمت بقى إزاي؟ يعني إحنا شفنا آباءنا بيسجدوا للأصنام وبيقولوا إن الملائكة إناث وإنهم بنات الرحمن، وبالرغم من كده ربنا برضو رزقهم وروج تجارتهم وعافاهم في أبدانهم ورزقهم بالذرية ونصرهم على الأعداء. فيبقى كده طالما ربنا عمل معاهم كده يبقى ربنا راضي عن الحكاية دي كلها. فطالما راضي عن الحكاية دي كلها فإحنا زيهم. التقليد بغير علم، واستنبطوا رضا الله أن الله أمهلهم فجعلوا مهلة الله لهم وإعطائهم الفرصة إيه دليل عندهم على أن الله قبل ذلك منهم. لو قبل ما أرسل إليكم رسول، ما أرسل إليكم رسول بينبهكم أهو، كيف قبل؟ إذا كان أرسل إليكم رسول وقبل بعثة هذا النبي كان موجود بقايا إيه؟ عقيدة سيدنا إبراهيم، وهي عقيدة كلها توحيد. واللي جاب لكم الأصنام ده عمرو بن لحي، جاب لكم كم صنم معاه من الشام ووراك حطوه جنب الكعبة. مين اللي جابها لكم يعني؟ هل في رسول جاب لكم؟ أنتوا اللي بعتوا عبدتوا الأصنام. ثم أنا لم أترككم بل أرسلت إليكم رسول وأنزلت عليه كتاب وحذرتكم ونبهتكم وكلمتكم وقد أرسل إليه رسل من قبل فلم أترككم، فمالكوش حجة. فهمت؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة تؤم تقلد، وإنا على آثارهم مهتدون، وإحنا على إيه ما كانوا عليه بنهتدي ونقلدهم في ذلك. فضل يا سيدي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا. أنتوا سامعين هناك البنات اللي هناك دول سامعينك؟ سامعينك؟ مش تعلي صوتك؟ سمع يا عم الإنس والجن. عايزينك تسمع الإنس والجن. حتى العفاريت عايزين يسمعوا. يلا يا سيدي. وكذلك ما أرسلناك من قبلك في قرية من تاني. وكذلك. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مفترفوها. إلا قال مترفوها. إلا قال مترفوها. لا مش قالا، هما اتنين، قالا حطيت ألف تثنية بقى كده اتنين، لكن لا قال مترفوها، قال لام فتحة بس ما تشبعش الفتحة تخليها ألف. فهم؟ يلا. وكذلك كل الكلام اللي بتقولوه ده ان احنا بنقلد ابائنا وبنقلد أبائنا. كل رسول يجي الكفار يقولوا له كده، ايه ده انتوا يعني حافظين الاجابات جايبينها منين بلا دليل، اجابات عايزين تكرروها، كل رسول ابعته الكفار يقولوا كده، ايه كده انتوا جبتوها منين بلغات مختلفه؟ يبقى العقليه الكافره هي اسلوبها واحد، ما اختلفت لغتها واختلف زمنها، هي العقلية هي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إيه بقى المترفون اللي هم مين؟ اللي هم أهل الإيه، السلطة وأهل المال، أهل السلطة وأهل المال دول اسمهم المترفون.
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة تؤم تتبع، ومش كده بس، وإنا على آثارهم مقتدون، وإحنا نقتدي بهم ومش عايزين نغير. يبقى التقليد في العقائد إيه؟ يؤدي إلى الكفر. العقيدة والإيمان لابد أن يقوم على دليل، أما التقليد في الفروع فلا بأس. صلوا كما رأيتموني أصلي، قلد النبي كده على طول، النبي بيعمل كده اعمل كده. طب ليه عملت كده؟ طب ليه ما صليت ما حطيت ايدك اليمين على الشمال؟ طب ليه ما خليتش الشمال على اليمين؟ طب ليه ما حطيتهمش كده جنبك؟ طب ليه ما عملتش كده وانت بتصلي؟ طب ليه ما عملتش كده وانت بتصلي؟ اشمعنى يعني عملت كده؟ كده اهو صلي كده. يبقى التقليد يكون في الفروع فلا تسأل، فهمت؟ لكن الإيمان لابد انك انت يبقى عندك دليل، وإلا لو فقدت الدليل في الإيمان وقعت في رقة التقليد التي يخشى عليك من ايه؟ من سوء الخاتمة، لأن أي واحد يجي يناقشك وانت ما عندكش دليل في الإيمان تقوم تهتز إيمانك، اهتز الإيمان وقعنا في الكفر. إنما في الفروع غاية ما هنالك ان يجوز ولا يجوز، لكن ايه الايمان كفر او ايمان دي مسألة خطيرة. يقوم الوهابية يعملوا ايه؟ ييجوا في العقائد يقلدوا ابن تيمية، ويجوا في الفروع يقولك احنا مع الدليل مجتهدين في الفروع. شوف عكسه، عشان جهل. تيجي في الفروع يقولك انا ماشي مع الدليل، طب وتيجي في العقائد يقول ابن تيمية قال. الله، فهمت ازاي؟ يبقى عكسه. قال ده ماشيين بطريقة العقلية الكثيرة، العقلية الكثيرة كانت كده، فهمت ازاي؟ يقلد واحد ويمشي وراه في العقائد، وتيجي في الفروع اللي هي اصلا محل التقليد يقول لك لا انا مجتهد انا مع الدليل. ده التقليد، انك انت تشوف ابوك بيصلي ازاي تصلي زيه، لان ابوك شاف جده بيصلي ازاي وصلى زيه، وجده شاف اللي قبليه لحد الصحابه لحد النبي. لكن يجي لك بقى صلاه ابن الالباني في اخر الزمان بعد 1400 سنه يقول لك ايه صلاه النبي كانك تراها، ويجيب لك اوضاع في الصلاه النبي الناس عمرها ما شافت اهلهم بيصلوا كده. فهمت ازاي؟ كما يفهمه هو بقى من النصوص، والنصوص حملت اوجه. فتبص تلاقي الناس بعد ما كانت بتصلي تقف خاشعه يروح واقف مفرشح رجليه كانه بيصارع صارع صومه. يقول لك الله اكبر، روح مفرشح رجله كده. مش بتشوفوهم انتوا؟ او ده مكروه شديد الكراهه. لكن قال لهم كده. ويقول لك قيام العاجن، يقوم يعجن الارض كده بكفه ايده كانه بيديها بوكس ويروح قايم. كان النبي يقوم قيام العاجن، وهي قيام العاجز. يعني كان يقوم رجليه الاول ويسند بايده، اسمها قيام العاجز، هو يقرا العاجن، فقاعدين يعجنوا في الصلاه. ويقول لك هي دي صلاه النبي، صلاه النبي عليك انت يا جاهل. واخد بالك ازاي؟ علشان كده شفت بقى الوهابيه محض ضلالهم جا منين؟ التقليد في العقائد لابن تيميه. فهمت ازاي؟ ثم رفض التقليد في المذاهب في الفروع. في حين ان الامه على التقليد في المذاهب في الفروع، وعلى السير على الدليل في العقائد. فهمت بقى ازاي؟ لابد يبقى عندك دليل في عقيدتك. ايه الدليل ان ربنا موجود؟ يبقى عندك دليل. ايه الدليل انه واحد معهوش اله تاني؟ يبقى عندك دليل. ايه الدليل ان رسول الله هو رسول الله وليس كذابا؟ يبقى عندك دليل. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحكايه دي، يعني كانك انت بتقرا عقليه ايه الوهابيه. ان وجدنا ايه ابن تيميه على أمة وإن على أثره مقتدون. هم بيقولوا كده لأن ابن تيمية هو إيه؟ هو نبيهم. لدرجة ساعات أنا كنت أناقش، أيام ما كنت بناقش بعضهم أقول له قال رسول الله كذا، يقول بس ابن تيمية قال. الله، اللي بس هو بعد ما أقول لك قال رسول الله كذا تقول لي بس ابن تيمية؟ بس لما تبسك يا قطة، اللي يقول بس ده قطة. فهمت بقى ازاي؟ لكن شوف الايات القرانيه بتوضح لك.
واخد بالك ازاي؟ الامور الفرعيه ما فيش مانع، صلوا كما رايتم يصلي، خذوا عني مناسككم، واخد بالك؟ خلاص نقلد النبي ونقلد المذاهب الاربعه، لان هي اللي فهمت افعال النبي واقوالها، تخصصوا في هذا، قعدوا قضوا عمرهم كله عشان يبينوا للناس الفروع ازاي يعملها على وفق مراد النبي، بيقلد يعلمك ازاي تقلد صح، فهمت؟ فنشأت المذاهب الاربعه. لكن العقائد كلها لابد منها ايه؟ من الدليل. فيش وجدنا ابائنا على امه، وجدنا ابن تيميه على امه، وجدنا محمد بن عبد الوهاب على امه، وجدنا ابن باز على امه، نقول له امك كده هتوديك في داهيه، فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا لابد من الدليل. يبقى عندك دليل واضح في الامور العقديه العقائد، اللي هو الله، الانبياء، الملائكه، الكتب المنزله، اليوم الاخر، والقضاء والقدر، اللي هي ايه؟ اركان الايمان. وان على اثارهم مقتدون. تفضل يا سيدي. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم. لا ما تمد الزياده، باهدى مما. تاني. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. عليه، انت ابن كثير المكي، قراءه المكي دي. انت مكي ولا بتقرا حفص؟ ها؟ لا بقول لك قراءة المكي ولا؟ ما انا عارف انك ماليزي كده. قراءة مين يعني؟ قراءة ابن كثير المكي يقول عليه آباء، خدت بالك؟ عليه آباء أنا بصلة الهاء كده. لكن باقي القراء إيه؟ يقولوا عليه آباء أنا. يلا اقرأ بقى إيه بغير صلة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال من اللي قال؟ النبي، وكذلك كل نبي لقومه. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال دي قراءة ابن عامر وحفص، كويس؟ لكن باقي القراء يقولوا ايه؟ يقول قل أولو، قل أولو جئتكم. وابو جعفر يقول ايه؟ قل اولو جيناكم، اولو جيناكم. قال او قل قراءتان، اولو جئتكم باهدى يعني ارشد واحق وادل مما وجدتم عليه اباءكم. قالوا، يرد بقى رد بلا أي علوم ولكن مجرد عناد، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، إجمالا كده مش عايزين نسمع. ده العناد بقى. قالوا إن بما أرسلتم به، إجمالا كده مش عايزين تفاصيل، برضو كفار، هم اختاروا الكفر. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فضل يا سيدي. فانتقمنا منهم، وانظر بقى الأمم السابقة، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم أخذته الصيحة، منهم من قذفنا به الأرض، منهم من أغرقنا، وانظر كيف فعلنا حتى تتعظ. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانظر أيها المعتبر أو أيها المعاند، فهمت إزاي؟ كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.